كورنر ومختار علي كرة. محاولة على اليسار من حسين المقهوي تقدم مثيرة استحق من خلالها يعني زي وسط الملعب راح سبيله تقدم مر حاول لكن برافو ماجد كبطائي لم نشاهده في 20 دقيقة أولى لم يض فيصلي والتعاون على لقب 10 أندية 47 نسخة ماضية من هذه البطولة. هذه النسخة مشاهدين الكرام رقم 48 حسين المقهوي. شوف اليوم عودة هذا الموسم من تقييمه بالنسبة للجنة في حضوره حتى في بعض المباراة. حاول يمر خطأ ماجد حاول المحاولة فتحوية للأمام هذه خطيرة ولكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب. اللي كان وصل لها الطائي راح نتحدث عنها كان وصل إلى نصف سن أن تملك لاعبين بهذه الإمكانيات. سالم النجدي المقهوي بالكرة للأمام الكثير من الأندية نواف بوشل يأخذ كرة بالخلف حسين المقزع يكون حل على مستوى الهجوم عند الحساسية الرائعة متى ما كان جاهز وسط الملعب اللي موجود عند اللاعب بيتروس تلاقيها عند حسين المقهوي ماجد كيمبا. يبدو أن عبد الله الجوعي غادر أرضية ماجد كيمبا بالخلف العبسي حكم المباراة أيضا يأمر بالاستمرار في لقطة سريعة وهجمة مرتدة قهوية تقدم يأخذ المساحة يفتح الآن المساحة يتقدم أمامه أكثر من حل و13 لا تنسى على الإطلاق. هذه في محاولة للمرمى محاولة جميلة للأمام هذه خطيرة للنموذجي لكنها لقاء المرتقب اللقاء المنتظر في دوري ثمن النهائي يعني شوية خلاص